طيب يوم ما تنساهوش جوه الاهلي ويوم ما تنساهوش بره الاهلي. يوم ما نساهوش جوه النادي الاهلي كان في كذا كذا يوم، مش يوم واحد. اليوم اللي انا اتصعدت فيه من انقطاع الناشئين للفريق الاول عمري ما هنساه. كنت انا وشريف اكرامي في احد المطاعم هنا في مدينه نصر، واحنا الاثنين بنتمرن في اهلي مدينه نصر هنا كقطاع ناشئين، وجالي تليفون من الدكتور عمرو ابو المجد، كان المدير الفني لقطاع الناشئين، وكان ساعتها المدير الاداري لقطاع الناشئين كابتن محمد رمضان. كابتن عمرو ابو المجد كلمني في التليفون قال لي ازيك يا وائل انت فين؟ قلت له انا بره انا وشريف اكرامي. قال لي طيب انت بكره عندك تمرين مع الفريق الاول في التتش. فرحتي فرحه لا توصف، يعني حلم عمري بقى ان انا اللعيبه اللي بتفرج عليها في التلفزيون حسام حسن وابراهيم حسن وهادي خشبه ومحمد عماره وسمير كمونه والمدير الفني تسوبل وثابت البطل مدير كوره، كابتن احمد ماهر الله يرحمه، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي مدرب حراس مرمى ربنا يديله الصحه، يعني في اسامي كتير، سيد عبد الحفيظ، لان سيد كان من سيد ناس يعني كان مثل اعلى، وانا في قطاع الناشئين كنت بحب اتفرج على سيد عبد الحفيظ جدا وهو لاعب، ويمكن بعد كده لما بقينا انا وسيد نتقابل فاقول له انت كنت مثل الاعلى، يقول لي كنت، اقول له اه خلاص ما انا لعبت معاك لقيتك عادي يعني. فده من ضمن الحاجات الدعابه اللي كانت ما بيني وبين كابتن سيد طبعا، ومدير كوره ناجح جدا دلوقتي يعني. فده من ضمن الايام اللي ما اقدرش انساها. يوم تاني يوم وفاه محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كنا في الملعب في التمرين، ده يوم ما يتنسيش. اليوم الثالث يوم فرحه، كان يوم مكسبنا فوكس تونسي في 2006، يعني دي الايام اللي داخل النادي الاهلي اللي ما اقدرش انساها. بره الاهلي ايام ما اقدرش انساها، اهلي وزمالك، جون قفشه ما اقدرش طبعا انساه، كان يوم مميز جدا. مذبحه بورسعيد ما اقدرش انساها، الشهداء اللي راحوا ربنا يا رب يتغمدهم برحمته. يعني دي الايام الحلوه والوحشه اللي كانت جوه وبره النادي.